بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في أولى حلقات برنامج مع الصائمين. هذا البرنامج اللي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ الوعاظ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واللي نسلط فيه على جوانب إيمانية وأخلاقية وننمي فيه المفاهيم والسلوكيات في حياة الصائمين. باسمكم نرحب بالمشايخ الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون، حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم، حفظكم الله. فضيلة الشيخ بلال يوسف، حياك الله شيخ. حياك الله أخي حمزة، أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، في البداية نحمد الله كما افتتح كتابه الكريم القائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، وصلى الله على محمد خير من افتتحت بذكره الدعوات. القائل: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة أول أمر أمر به بناء المسجد، فهذه المساجد فيها آداب ينبغي على المسلم أن يتحلى فيها. اليوم نناقش مع أصحاب الفضيلة هذه الآداب. في البداية شيخ زياد، ودنا نتكلم عن آداب الذهاب للمساجد. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن أهمية المسجد بأهمية هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تفضلتم عندما جاء إلى المدينة من أول الأعمال التي قام بها صلوات ربي وسلامه عليه هي بناء المسجد. فالحقيقة هو المسجد مكان العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وكذلك اجتماع المسلمين وائتلافهم، كذلك لقائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقاؤه عليه الصلاة والسلام بالناس يكون هذا من خلال المسجد. لما نرى السنة النبوية والله عز وجل ينادينا من فوق سابع سماء ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط هو أسوة في كيف نصلي أو كيف نصوم، وإنما أسوة في كل شيء. ولذلك وردت عنه عليه الصلاة والسلام آداب وسنن قولية وفعلية كان عليه الصلاة والسلام يفعلها ويقولها أثناء قدومه إلى المسجد، وهذه ما يطلق عليه العلماء بالسنن التي أو الآداب التي يتحلى بها المسلم قبل قدومه إلى المسجد. أول أدب هو أن يربط الإنسان نفسه بالصلاة وقتا، بمعنى كما قال ربنا سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني التخطيط وإدراك وقت الصلاة، معرفة أوقات الصلاة، هذا يسهل على المسلم أنه يستطيع أدائها في أوقاتها. الأمر الثاني إحسان النية، فحسن النية مطلوب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فذهاب إلى المسجد ليس كذهاب إلى السوق، فلا بد من نية خالصة أن هذه الخطوات التي أمشيها، هذه الوقت اللي أقضيه، العمل البدني الذي أبذله، هذا كله لله. فإذا معنى هذا أن نية الخروج من البيت والذهاب إلى المسجد المقصود بها وجه الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، والنية تسبق العمل. وفي الحقيقة لو تعبدنا الله بغير النية لما أطقنا، لأن النية محلها القلب. صحيح. فالإنسان إذا نوى، فهنا نقول من آداب الذهاب إلى الصلاة أن يأخذ المسلم زينته، كما قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد اسم مكان لمكان العبادة، السجود، الصلاة. فالذهاب إلى المسجد بكامل الزينة، بحيث أن لما يذهب المسلم وهو بكامل زينته يتقرب إلى الله بهذه الزينة، يتقرب إلى الله قربة، يعني لبس الثوب الجميل، لبس الثوب النظيف، الثوب الذي يعني عليه هيبة، عليه وقار، هذا يعتبر أن هذا قربة إلى الله عز وجل. خصوصاً أن الشيخ أنه هو راح يقابل ملك الملوك.
فبيتعدل يعني بيلبس أجمل الثياب. لا شك في ذلك أنه بين يدي الله. صح. فكأنها موعد مع مقابلة الله عز وجل، أن يكون بين الله بين يدي الله عز وجل، فيظهر به. كذلك من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك، يتوضأ في البيت، يتوضأ في البيت. كذلك من السنة ألا يسرع في المشي أو في السيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم التثويب، اللي هي الإقامة، في رواية الإقامة، أي فامشوا بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما المطلوب من هذا؟ هذه السنة الآن، بحيث أن الإنسان يعني المسلم لما يذهب إلى المسجد يذهب وعليه كل هذه المعاني: توضأ، لبس الثياب الجميلة، نيته خالصة لله، أنه الآن يعني مستعد للصلاة، نفسه هادئة، مش جاي يركض يعني أو يسرع. صحيح. عليه السكينة والوقار. قد يقول قائل، ممكن يقول: طيب رب العالمين قال عن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. السعي يعني معناها الهرولة أو أكثر من المشي. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوكل الله إليه بيان القرآن، فهو الذي بين لنا هذا. إذن حتى لو سمعت الإقامة وأنا يعني في ساحة المسجد أو قريب المسجد وسمعت الإقامة، ما أسرع، لا لا، تمشي. من الآداب الصلاة أنك تمشي بسكينة وبوقار. كذلك بعض الناس ممكن يركب السيارة، نفس العملية، نفس العملية، السكينة، أن تمشي، ما فاتك فصلي. يعني للأسف إذا واحد بيلحق على المسجد لا يشوف مطبات، لا يشوف إشارات، لا، هذا مخالف للصلاة أو مخالف لآداب المسجد. إذن هذه الآداب بالجملة نقول عنها، وممكن يعني تكون من آداب كذلك الذهاب للمسجد في المجامع. المجامع اللي هي الاغتسال، ذهاب الرائحة. صح. وهذه دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يعني ظهرت رائحة من أهل العوالي حينما يأتون لصلاة الجمعة، قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. صح. فإذا من هذه الآداب. كذلك يعني ممكن تكون من الآداب التي تلتحق بها أنه يتهيئ، يتهيئ. ولذلك لو فكرنا في السنن، لما شرعت السنن؟ هي تهيئة. فإذا لو خرج من بيته متهيئا وفي باله الصلاة، يعني بعض الناس ممكن شايل التليفون وعند باب المسجد يتكلم ويبيع ويشتري ويهاوش وكذا، ويدخل هذا الوقت الذي سيدخله قلبه لا زال معلق في الدنيا، وين الخشوع؟ فإذا اعطاء وقت كافي للتهيئة، وممكن نتكلم عنها. صح. في المحور اللي يتعلق بآداب داخل المسجد. نعم. شيخ بلال، تكلم فضيلة الشيخ زياد عن الآداب والسنن اللي ممكن الواحد يسويها هو ذهب المسجد، هل هناك مخالفات تحدث منا عند ذهابنا المساجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أنه الصلاة في حياة المسلم شيء مقدس، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. والله عز وجل حينما أمر بالصلاة ما قال صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة. فالله عز وجل يريد منا أن نقيم الصلاة كما أرادها الله عز وجل، وكما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا استحضر الإنسان أهمية الصلاة في حياته وتهيأ لها واستعد لها كما ذكر فضيلة الشيخ، فإنه يأتي مبكرا للصلاة. فإذا جاء مبكرا حصلت له السنن التي ذكرها الشيخ، واستطاع أن يأتي بهذه الأداب والسنن. لكن إذا غاب موضوع الاستعداد والتبكير حصلت هذه المخالفات والمحظورات التي قد تحدث من بعض الناس حينما يأتون المسجد. لم يستعد للصلاة ولم يأتي مبكرا، أقيمت الصلاة وأراد أن يخرج من بيته مسرعا، يخرج ويركب السيارة ويقود السيارة بسرعة شديدة، قد يخالف الأنظمة، يتجاوز الآخرين، يؤذي من في الطريق لأجل أن يدرك الصلاة. بس الشيخ الصلاة أهم شيء، لازم أبذل كل الأسباب يعني. صحيح. تبذل الأسباب بالاستعداد المبكر. نعم. لا أن يقول أنا أريد أدرك الصلاة وبالتالي أفعل ما أشاء في الطريق. هذا من الأمور، الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. نعم. كذلك إذا وصل المسجد ف
فإنه حتى يدرك الصلاة يقف في أي مكان، يقف في الطريق في الشارع، يضيق على الناس الطريق، قد يقطع على الناس طريقهم لإدراك الركعة أو الصلاة قبل أن تفوتهم. وللأسف هذه يعني نجدها في مساجدنا، بل أحدهم يحدثني عن صلاة الجمعة، أحد المتأخرين هداه الله، جاء متأخرا والإمام في الصلاة ليس في الخطبة، في الصلاة، فأوقف سيارته في الشارع ونزل حتى يدرك الإمام قبل أن يسلم، فصلى في مكانه عند السيارة. المكان الذي صلى فيه أمام الإمام، يعني الصلاة ما تجوز إذا تقدم على الإمام. صحيح. ثم هل يعد نفسه أنه صلى الجمعة بهذه الطريقة؟ لم يصلي الجمعة، ما أراد الله عز وجل منا أن نصلي الجمعة بهذه الطريقة، فنقف نؤذي الناس. إذا جاء ماشيا كذلك وتأخر ولم يبكر، جاء مسرعا فيدخل في الصلاة وهو يلهث، نفسه يضطرب، لا يخشع في صلاته، هذا كله من بسبب التأخير عن القدوم للصلاة. يأتي وأجلكم الله يضع الأحذية، بعض الناس يضعون الأحذية في طريق الداخلين للمسجد عند الأبواب. صحيح. فيؤذي الداخلين، لا سيما إذا كان هناك بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحتاج أن يدخل بكرسيه فيتأذى من هذا المنظر. ثم إن الإنسان يعني المسلم ينبغي أن يعكس صورة جميلة لدينه ولعبادته ربه، لا أن يكون هكذا فوضوي. المسلم ينبغي أن يكون مرتبا، ديننا يعلمنا الترتيب والنظام. فهذه الأخطاء كلها تقع بسبب عدم التهيئة والتبكير للصلاة. كذلك يأتي بعض الناس مثل ما أشار دكتور زياد أنه لابد الإنسان يتهيأ في لباسه، فيأتي هذا المسرع وقد يأتي بعض الناس برائحة العرق أو رائحة كريهة ويدخل يصلي مع الناس. صحيح. والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأذى من رائحة لباسه ورائحة بدنه، لم يتهيأ للصلاة. ومنهم من يأكل مثلا الثوم والبصل قبل الصلاة ثم يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل من هذه الثمرة فلا يقربن مصلانا. أيضا الشيخ يعني في أشياء يعني تجري عليها توقع ما تجري على البصل والثوم من رائحة الفم الخائسة أو يعني. نعم أحسنت. أو التدخين أشر من هذا. أي نعم، التدخين بعض الناس نراهم قبل أن يدخل المسجد بقليل يطفي سيجارته أو يرميها على الأرض ويدخل، هذا بأي رائحة يدخل المسجد؟ المشكلة أن أخواننا الذين ابتلوا بالتدخين لا يشعرون بهذه الرائحة لأنها أجسامهم تشبعت بها. من يشعر بها؟ من يصلي بجانبه ممن لا يدخن يتأذى بهذه الرائحة. فهذه بعض المخالفات التي تقع من بعض إخواننا، ينبغي أن ينتبه الإنسان ويعظم قدر الصلاة. فالصلاة والمساجد بيوت الله عز وجل ينبغي أن تحترم. نعم. وأن تعظم والصلاة تعطى قدرها. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. آمين. جزاكم الله خير. مشايخ، كنا نتكلم يعني قبل قليل عن أغلب شيء اللي هو الآداب في ذهابنا للمساجد، ولكن هل هناك آداب داخل المساجد ينبغي أن نتحلى بها؟ يعني حفظكم الله، أن السنة النبوية ما تركت شيء في هذا الباب إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. لما تكلمنا في الآداب التي تسبق الدخول للمسجد، هناك آداب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في داخل المسجد. فمثلا لما يأتي المسلم يدخل المسجد هناك دعاء، يعني يسمي الله عز وجل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة. هذا دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بدخوله يدخل برجله اليمنى، ثم إذا دخل المسجد له أن يسلم، لكن من السنة أن لا يجهر بالسلام بحيث يشوش على المصلين أو على من يقرأ القرآن أو من يذكر الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح خرج يوما وإذا بالناس يصلون ويقرؤون بصوت عال، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. بمعنى أن من وصف الصحابة رضي الله عنهم حين يتلون كتاب الله أو حين يذكرون الله في المساجد يسمع دوي كدوي النحل. دوي النحل ما تسمع هذا الصوت، هذه النحلة ولا هذه النحلة، لأن الأصوات غير مرفوعة.
وبالتالي كل يصدر أصوات يعني مسموعة لكن خفيفة، فما تؤثر على، بخلاف لو كان صوت مرتفع يطرق الأذن صحيح. فبالتالي يشغل. كذلك من آداب المسجد أن الداخل للمسجد يصلي ركعتين، طبعا هي ليس مقصودة لذاتها، نسميها تحية المسجد، لأنه لو دخل وصلى يعني سنة أجزأت عن تحية المسجد، لكن زيادة في الأجر أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين، أو قال يركع ركعتين، اللي هذه يطلق عليها الفقهاء بتحية المسجد. كذلك ربما أرجع قليلا أقول السلام يعني من السنة أن يسلم، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام سلم على بعض الصحابة حين دخل المسجد وسلموا عليه، يعني حتى في قصة كعب بن مالك في توبته يقول: كنت أثناء المقاطعة اللي يعني الله عز وجل أمر بها الناس يقاطعونهم، يقول: أسلم عليه وهو في مجلسي فأنظر إلى شفتيه أحركها أم لا. لو كان السلام يعني محظور لنبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي منهي عنه هو التشويش في السلام. كذلك من يعني السنن وآداب المسجد أن المسلم يحرص على الصف الأول، لو يعلم الناس ما في الصف الأول وقال في العتمة لأتوهما ولو حبوا. يعني مثلا الجلوس في آخر المسجد هذا خلاف السنة، جئت السنة من آداب المسجد أن تأتي في الصف الأول. كذلك من السنن أن لا يعتاد موطنا واحدا في المسجد، أنه يصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا حسب الحاجة وحسب سعة المسجد والمكان الذي. كذلك من يعني آداب المسجد أن لا يتحدث فيه عن أمور الدنيا بإفراط صحيح، وإنما هذا يعني هذا كما قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي حين بال في المسجد فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن جملة ما قاله له صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن هذه البيوت لم تبنى لهذه الأعمال، وإنما بنيت لذكر الله وما والاه. يعني الأصل في المساجد ذكر الله، لكن من رحمة الله أنه يعني شرع لنا أنه ممكن نتحدث في بعض الأمور لكن لا نبالغ فيها ولا نتجاوز. كذلك من السنة أنه إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فبعض الناس يكبر الإمام وهو جالس صح. لا لا، إذا أقيمت الصلاة يقوم الناس جميل. يصطفون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد انتهاء المؤذن من الإقامة يقول عليه الصلاة والسلام: استووا واستقيموا. لمن يقول؟ للصف الذي وقف صح. أما مثلا يأتي بعد التكبير أو يأتي بعد الفاتحة هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من السنة التبكير في الوقوف للمسجد نعم. فإذن هذه من يعني جملة السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن دخل في المسجد نعم. وكذلك نقول حتى لو خرج هناك ذكر، يعني بعض الناس مثلا قد يخرج دون أن يلتفت جواله بإيده ويشوف الدنيا وكذا أول ما يسلم لا، من السنة أن تصلي، أن تسبح الله عز وجل، تذكر الله عز وجل، تأتي بالسنن، ثم إذا خرجت بنفس السكينة والوقار الذي دخلت به نعم. تخرج به صحيح. يعني بحيث أن المسلم يعني يظهر هذه الشعيرة حبا لله عز وجل وتعظيما لله وتعظيم المساجد حقيقة، يعني تعظيم لشعائر الله عز وجل. فإذا كذلك الذكر الذي ورد بأنه يعني يسمي الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله من فضله في الدخول، كان يسأل الله لأن المسجد محط الرحمات أما والمغفرة، أما خارج المسجد فيسأل الله من فضله، الآن هو متوجه إلى عمله وإلى كذا فيسأل الله عز وجل الزيادة في الفضل. الله يجزاك خير. شيخ بلال، ودنا في نهاية هذه الحلقة نتكلم عن المخالفات اللي تحدث داخل المسجد. احنا من ساعة تكلمنا عن الذهاب للمسجد والمخالفات من السرعة وغيرها من هذه الأشياء، ممكن نتكلم الحين عن الأشياء اللي تصير داخل المسجد من المخالفات نعم. نقع فيها. هو مثل ما ذكرنا الشيخ زياد في البداية موضوع النية نعم.
أمر مهم أنه يستحضر المسلم دائما نية خالصة في التقرب إلى الله عز وجل عندما يأتي المسجد، وأنه جاء للازدياد من الحسنات وتكفير الذنوب والخطايا والزلات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. فيحرص الإنسان أنه أنا أريد الصلاة هذه لأجل أن أزداد من الحسنات، لأجل أن يكفر الله عز وجل الذنوب والخطايا، وكلنا ذو خطأ. فإذا استحضر دائما هذه النية فإنه في المسجد يكون حريصا على أن لا يفعل شيئا ينقص من أجره ويزداد منه إثما، وهو جاء لتكفير هذه الآثام والذنوب. فتجد أنه بعض الناس إذا غفل عن هذه النية والمقصد الذي جاء من أجله للصلاة تجده يكون غافل عن ذكر الله، يأتي يصلي مع الناس لكن شارد الذهن، غافل، لا يخشع في صلاته. والله عز وجل قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا عن المنافقين، فحاش المسلم أن يتشبه بالمنافقين، جاء ليزداد من الحسنات، ولذلك يغفل عن ذكر الله. مجرد أن دخل وصلى، إن جاء مبكرا جلس مع أصحابه يتحدث ويتكلم في أمور الدنيا، وهذا من الأمور التي نشاهدها للأسف في بعض مساجدنا، ويتحدثون بأمور الدنيا يعني بإفراط. لا مانع أن يتكلم الإنسان بأمور الدنيا، يسأل عن أصحابه كذا، لكن ليس بين وقت الأذان، بين الأذان مجلس وضحك وسؤال، أن ينقلب المسجد مجلسا لا سيما بين الأذان والإقامة، هذا الوقت الفضيل الذي ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن، أن يدعو الله عز وجل في هذا الوقت، وقت إجابة. فالبعض هذا نشاهده يجلس ويتكلم مع أصحابه في هذا الوقت، ويتكلمون في أمور الدنيا، ماذا فعل فلان وحصل لفلان وماذا اشتريت وإيش ذهبت، أين ذهبت اليوم. والمشكلة قد يتجاوز هذا الأمر إلى إيش؟ إلى الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية بالآخرين، وهذه ينبغي أن تنزه عنها المساجد. المسلم يترك هذه الأمور في كل وقت وحين، وبالأخص في بيوت الله. هذا الكلام يصدر عنه تشويش على المصلين، صحيح، الذاكرين الداعين لله عز وجل، فهذا من المحظورات. كذلك من المحظورات داخل المسجد والأخطاء الخصومة في المسجد والجدال، يعني يأتي يجادل في كل صغيرة وكبيرة في المسجد. إذا استحضر أنه جاء الازدياد من حسنات فإنه لا ينشغل بمثل هذا، يصلي مع الناس، يكسب الجماعة، يذكر الله عز وجل ويخرج. صحيح. بعض الناس على كل صغيرة وكبيرة يجادلون الإمام والمؤذن، وقد أوقفوا أنفسهم لملاحظة أخطاء الإمام والمؤذن. الإمام والمؤذن بشر، ويعتريه ما يعتري البشر، إن كان في نصيحة لخطأ معين ينصحه بينه وبينه دون أن يعمم على الناس. لو كل واحد عنده ملاحظة في المسجد يقوم ويتكلم لصار فوضى المسجد. يعني هذا من الأخطاء، الخصومة في المسجد، لا سيما بعض المسائل التي يكثر فيها الخلاف، مثل الجمع، جمع الصلاة في المطر. إذا جمع الإمام جمعنا، وإن لم يجمع لا نجمع، وهي مسؤولية الإمام، هو الذي سيسأل أمام الله عز وجل على هذا الجمع. المأموم يريد الرخصة ويرتاح للأسف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها، لا أرحنا منها، وهذا حال بعض الناس يريدون يجمعون وينتهون. صحيح. من الأمر، يعني هذه بعض المخالفات. كذلك يعني ممكن نذكر من الأخطاء عدم الاعتناء باللباس، يعني خاصة الشباب والأولاد قد يأتون بملابس قصيرة، شورتات هذه القصيرة، قد نعم يأتي بملابس عليها صور أرواح، حيوانات، غيرها. طيب كذلك ينتبه بعض من يلبسون البنطال، السراويل البنطال هذا، ويصلي فيه، قد لا يعتني بستر عورته إذا سجد. صحيح. وهذا أمر خطير، يعني لأن ستر العورة من شروط الصلاة، فإذا سجد تجد ينكشف أسفل ظهره، وهذا من العورة التي ينبغي أن تستر في الصلاة، ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. كذلك استخدام الهاتف، الجوال هذا في داخل المسجد، إجراء المكالمات والرد على المكالمات، فضلا عن النغمات التي في الجوالات، أغاني وموسيقى، هذه لا تليق يعني بالمسلم أن يجعلها نغمة، فضلا أن تكون يعني تعمل في المسجد.
فننتبه لهذه الملاحظات وحتى تكون عبادتنا كما أراد الله عز وجل متقبلة بإذن الله. أسأل الله التوفيق للجميع. الله يجزاكم خير مشايخنا، كان حديث شيخ معكم. بارك الله فيك. انتهت الحلقة، يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. عافاكم الله، بارك الله فيكم. الله يجزاكم خير. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيبة المتابعة والمشاهدة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع الصائمين.